قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك علاقات متميزة تجمع بين مصر ودول الخليج، لافتا لأن هذه العلاقات تعد ركيزة أساسية للاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة السعودية الرياض. إن الحديث عن العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر بدول الخليج العربية الشقيقة يتطلب من الوقت ما لا يتسع له مقامنا هنا، ولا تكفي له كلمة أو خطابا منفردا، فهي علاقة عميقة متشعبة الأبعاد تتشكل من ضفائر التاريخ والجغرافيا وتنسجها خيوط الإخوة والمودة والتكاتف والقرب، وفي أوقات الرخاء وفي لحظات الأزمات والعواصف، وعلى نحو أثبت في محطات مختلفة أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية والخليجية هي مصالح مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات الوثيقة بيننا كانت ولا زالت ركيزة الاستقرار في المنطقة.